النهاردة هنتكلم عن فك الدينامو بتاع العربية الشاهين. أول حاجة بقى بفك البطارية، بفك الكابلات بتاعتها، وبعد كده ببدأ أفك مسمار الشداد، ده مسمار 17. بفك الصامولة بتاعته دي 17. بعد ما بفكها بيبقى في مسمار تاني رابط الدينامو، مسمار 19. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اول حاجه بفك 19 ال 17 اللي هي اللي فوق. وبعدين هبدا افك الشداد. اتمنى ان عجبكم الفيديو، تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي حاجه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه اللي محتاجين تفكوه او نشوفه في العربيه دي، مفيش مشكله. انا ببدا افك الصامولة بتاعت الدينامو. طبعا هو الدينامو ده ما كانش فيه مشكله، هو كان فيه صوت بلي. بعد كده في هنا صامولة 19 اللي حضراتكم كنتوا هتشوفوها اللي هو المسمار ده، دي مسمار 19. طبعا الدينامو ده بيفرق عن غيره ان هو بتاع خاص بالعربيه الانجكشن مش العاده. وهنفكه برده من جوه هنشوف المكونات بتاعته ايه. هبدأ أفك المسمار 19 اللي هو بتاع الدينامو زي ما حضرتك كده شايفين. كده أنا فكيت المسمار، هبدأ بعد كده أفكه بإيدي وأطلعه. كده خلاص انا حررت المسمار. طبعا انا بحاول ان انا ايه افك اول كام سنة بالمفتاح عشان بعد كده باليد بيبقى اسهل لان المكان مزنوق جدا. طبعا يفضل يبقى معاك مفتاح سيستيم 19، هيبقى افضل طبعا من المفتاح البلدي العادي، او 17 برضو يكون معاك مفتاح سيستيم هيبقى برضو افضل من المفتاح العادي عشان تقدر تفك بسرعة. هنا خلاص انا بفك مسمار 19، بعد كده هرجع لمسمار 17 تاني افك اللي هو اللي فوق المربوط عليه الشداد بتاع العربية. كده خلاص انا بدأت افك فيه خلاص، بعد كده هبدأ افك مسمار 17 تاني. طبعا اول حاجة بفك اللي هو مسمار 13 اللي هو على الشداد اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي اللي هو ده. طبعا بفك اول سنتين عشان هو ده اللي بيشد السير بتاع الدينامو، عشان هو ده اللي بيشد ويرخي السير زي ما حضرتك كده هتشوفه اهو. ببدا الف المسمار ده، ده بتاع الشداد، ده المفروض هو ده اللي بيشد السير، ده اللي ببدا بيه اول حاجه لما اجي اشد. كده خلاص انا فكيته، بعد كده هبدأ أفك المسمار اللي هو المسمار بس 17 اللي راكب عليه ده. طبعا هو الدريمو ده ما كانش منور معايا التابلو، بس هو كان عامل مشكلة ان هو كان في بيلي كان صوته عالي جدا فاضطريت ان انا افكه. خلاص كده انا فكيت المسمار، بعد كده هفكه 17 فهضطر اركبه تاني. ده طبعا راس المسمار بتلف فهضطر اركب مسمار 13 مرة تاني. تمام، وابدأ بقى افك الصامولة دهيت. كده خلاص مجرد ما فكيت ال 17 الصامولة 17 دهيت والصامولة 19 اللي تحت كده خلاص اتحرر. بعد كده هبدأ أفك الكابلات الكهرباء. يا ريت إن عجبكم الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلوكم كل جديد. كده خلاص أنا طلعت المسمار بتاع الشداد، بعد كده هبدأ أفك وده مسمار 19 هبدأ أطلعه. كده خلاص أنا طلعت، هبدأ على كده أفك الكابلات. بيبقى فيه عندك
ثلاث كابلات، كابل جاي كابل رفيع ده مفتاح 8، وكابل تخين 13 مفتاح 13. طبعا هنا لازم يبقى معاك بيبر رفيع لان المكان هنا ضيق جدا، فده مفتاح يعني مش سبيشال، هي الطقم رفيع شوية بستخدمه عشان افك بيه الحتت اللي هي الضيقة، عشان تفك بيه مسمار 8، صامولة 8 وصامولة 13. اسف طبعا على جودة التصوير لان انا بفك وبصور مع في نفس الوقت عشان بس المعلومة توصل لكم بسرعة. هنا هبدأ أفك الصامولة بتاعة الدرمو دي 8، وفي بعد كده عندي صامولة تانية اللي هي 13 هبدأ أفكها كده خلاص. يبقى أنا هبدأ بعد كده أطلع الدرمو بعد ما أفكهم، دي صامولة 8 خلاص، بعد كده في صامولة 13 هفكها، دي اللي هي بتدي كهرباء للعربية. طبعا هنفك الدرمو مع بعض ونشوف جواه ايه. بس يعني الفيديو ده تعريف هو جواه ايه عشان تبقى عارف لما تيجي تفك هو جواه ايه وبيشتغل ازاي، لكن طبعا لما تيجي تحب تغير بلي انا يستحسن تغيره عند، يعني هو فك البلي مش كبير، بس انا عشان كان هنا في مشكلة كان الاكس متاكل فاضطريت ان انا اوديه عند الخراط عشان يركب فيه شميز. بس طبعا انا هنا بفكه عشان اوضح لكم منظوره عامل ازاي، لو في حد عايز يغير فيه حاجة يبقى عارف لما يجي يفكه هيفكه ازاي. هنا خلاص انا بفك مسمار 8 وببدأ افك مسمار 13. هنا برضو لو انت حبيت تغير الكتاوت الداخلي هوريك ازاي تغيره. خلاص انا فكيت هنا المسامير ده 13 وفكيت 8. دي طبعا سبيشال تولز موجودة في السوق عادي ممكن تشتريها، هي بس فيها ميزة ان هي رفيعة شوية فبتقدر تفك بيها الاسلاك والحاجة. طبعا بقدر افك بعد كده المسمار من بفك بعد كده الصامولة. كده خلاص انا فكيت الصامولة خلاص وطلعت الكابلات، طبعا بقى في كابلين واحد اسود وواحد احمر بتطلعهم كده خلاص. انت كده طلعت كل حاجة، الاسود ده بيدي كهرباء 12 فولت للكتاوت بتاع الديرمو عشان الكتاوت بتاعه داخلي، هنشوفه مع بعض كده خلاص. طبعا هنا المسمار 19 طلعته كده خلاص، الديرمو اتحل هبدأ اطلعه من العربية. هشيل طبعا السير كده خلاص، هو اتحل كله خلاص، هيطلع على طول. هو يفضل انك انت تطلعه من تحت لان من فوق بيبقى صعب شوية، بس طبعا انت بدل ما طلعته خلاص ممكن تنزله من تحت وتاخده من تحت العربية مفيش مشكلة، وممكن تطلعه من فوق بس الافضل من تحت لان المكان بيبقى اوسع تحت الدينامو. هو ده كده الدرمو طلع معايا، بس طبعا المكان ده مزنوق فممكن تطلعه من تحت. انا هنا طلعته خلاص، بعد كده هنبدأ نفكه مع بعض عشان نشوف الداخليات بتاعته ايه، ده اللي يهمني قوي لانك مش مهم انك تغير بلي، المهم انك تبقى عارف هو داخلياته ايه، لو حبيت تغير حاجة من حاجة زي الكتاوت الداخلي يبقى سهل عليك وتعرف ازاي بيتفك، ده مهم بالنسبة لي جدا. هنبدأ نفك البلاستيكة بتاعت التراب دهيت اللي هي البلاستيكة الخارجية، البلاستيكة دي طبعا بيبقى فيها مربوطة بتلات مسامير 8، تلات مسامير 6 سوري، بتفكهم أول حاجة عشان تطلع الوش اللي هو البلاستيك ده. هنبدأ نطلعه مع بعض الأول. أنا طبعا فكيتهم، أبدأ بقى كده أنا طلعت الوش، بس طبعا نخلي بالنا واحنا بنفك لأن الأجزاء دي كلها بلاستيك، فياريت نخلي بالنا جدا جدا واحنا بنفك. ده طبعا الجزء ده اللي انا ماسكه ده اللي هو فيه الشربون او اللي هو الشربون والكوميوتيتور بتاع الدينامو كده خلاص. هو طبعا كان في مشكلة عندي في الاكس فانا اضطريت اوديه للخراط، بس انا يهمني تعرف المكونات الداخلية. طبعا هنا الجزء البلاستيكي دي انفكتها هتلاقي الشربون ملحوم في نقطتين ملحومين، هي بتتفك ولازم تفكها من تحت، بس طبعا انا مفكتهاش لان لما نفك الوش ممكن تفكها عشان ما تتكسرش لان هي فيها مشابه تاني من تحت لازم تدوس عليها بمفك وتطلعها.
كده خلاص انا فكيت وكده الجزء اللي فوق ده، ده اللي انا اللي هو الاسود ده، ده الجزء الخاص بال ده الكتاوت الداخلي ماشي. ديت بقى المشابية، لو انت حبيت مثلا هي تغير بيبقى هنا، لو انت فكيت الكوفر ده يبقى فيه جزء في اللحام بتاع الشربون، ممكن تفك منه الشربون وتغير بشربون تاني. بس طبعا احنا هنفكه مع بعض دلوقتي، طبعا نفك مسمار 10 ونفك المسامير الموجودة حواليه. ده طبعا كتاوت الداخلي بيتباع لوحده موجود لو انت عايز تشتريه، هو طبعا تمنه غالي دلوقتي قوي. الدينامو ده عموما تمنه غالي لان هو في العربيات الانجكشن، فهو عشان كده غالي قوي، اغلى من الدينامو العادي لو في العربيات اللي مش انجكشن يعني. خلاص هبدأ هنا افك سمولة 10، وفي سمولة تانية 10 افكها عشان افك القواعد وافك الحاجة. اتمنى ان عجبكم الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. هنا خلاص ببدأ افك المسامير الخاصة بالكتاوت الداخلي، وده بيطلع لوحده عشان لو حبيت تفكه وتغيره مفيهوش مشكلة خالص. ما انصحش انك تفكه وهو جوه العربية عشان هيبقى الموضوع صعب جدا ماشي. انا هنا بتفك كل الصواميل والمسامير الموجودة، طبعا انا مش هقول لك عليها، ان في صامولة 13 برضو هتفكها، دي بتبقى رابطة على الكتاوت الداخلي. خلاص مجرد ما حليت المسامير وحليت كل حاجة خلاص هيبدأ اطلعه دلوقتي. ده بيتغير الكتاوت الداخلي ده، انت ممكن تغيره وبيطلع لوحده مفيهوش مشكلة يعني، ده ممكن يتغير لوحده وبيتباع لوحده، فده سهل جدا وبيتباع موجود يعني. كده خلاص انا في مسمار تاني هنا هفكه، في مسمار تاني برضه هفكه، هفك المسمارين دول، بعد كده الكتاوت هتطلع معايا. اتمنى يكون التصوير واضح. يعني طبعا خلاص هفك، فكيت مسمار، ابدا افك المسمار التاني اللي حضراتكم شايفينه ده عشان اطلع الكتاوت. انا فكيته، هبدا بعد كده ايه اطلع الكتاوت الداخلي ده. كده خلاص هنا طبعا انا فكيت الكفر، وهتلاقي فيه الحامات اللي هي بتاعت الخاصه بالشربون لو انت عايز تغيره، بس طبعا انا لا يفضل لان هي محتاجه كاويه جامده شويه. ده كده الكتاوت الداخلي، لو انت حبيت تشتريه بيتباع لوحده، بس بيتباع غالي مش رخيص، حوالي 600 او 700 جنيه. طبعا عشان انت بقى تفك الدرم من بعضه لازم تفك اللحامات الخاصه بقعده دي اللي موجوده قدامنا، قعده السيليكوني ملحوم معاها الملفات الداخليه، فلازم يتفك. ده الكتاوت خلاص اللي احنا شايفينه قدامنا خلاص. ده الشربون لو انت حبيت تغيره بيبقى فيه لحامين ورا، معلش انا اسف ان الصورة مش واضحة شوية. هو ده كده منظره، والكفر ده بيتفك اللي هو في الظهر، وبتغير منه الشربون لو انت حابب، بس طبعا محتاج كاوية، محتاج قوية قوية جدا. انا طبعا ببدا افك المسامير دي، المسامير دي بتربط الدرم ببعضه، حتى مفكتها مش هيتفك، لازم تفك اللحامات اللي هي بتبقى ظاهره قدام حضراتكم دهيت، اللي انا هوريها لكم دلوقتي، عشان اللي هي اللي حامل الملفات الداخليه بعد السيليكوني لازم تتفك الاول. هو في 3 ملفات، ال3 ملفات دول ملحومين في عقد السيليكوني، لازم تفكهم الاول. بعد ما تفكهم هتلاقي الدرم طلع من بعضه، ما ينفعش ما تفكهمش لان ممكن الملف بق الملف جوه لو انت شديته جامد ممكن الملف يتقطع، فلازم تفك اللحامات الاول. كده انا فكيت المسامير كلها خلاص. اتمنى ان عجبكم الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. وهنا بعد كده هبدأ افك المسامير اللي هي بتجمع دول بعضيها، بس انا مهما فكيتها مش هيطلع من بعض. ليه؟ لان اللفات ملحومة في قاعدة السيليكونات،
فلازم ده يتفك الاول، مش هيفك من بعضه زي ما حضرتك كده هتشوفه. طبعا الفيديو ده توضيح عشان تشوف مثلا قاعدة السيليكوني الكتاود الداخلي منظره عامل ازاي. الكلام ده كله في الدينامو الخاص بعربية الشاهين الانجكشن. هنا ببدأ أفك المسامير اللي هي بتجمع الدينامو مع بعض، طبعا مش هيتفك، لازم بعد ما أفكها أفك اللحامات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. أظن هي ظاهرة قدامكم، بس هنتابع مع بعض تفك ازاي. طبعا لازم تجيب كاوية وأزير، هي اللحامات ديت لازم تستخدم الكاوية وفلاكس وأزير عشان تفك اللحامات. ماشي، أو ملف اتنين تلاتة، التلات ملفات دول لازم تفك اللحام بتاعهم، واحد اتنين تمام، وفي واحد تالت قدام، تلاتة لازم تفكوا الأول. طبعا هو خد وقت كبير، طبعا أنا مرضتش أصور هو بيتفك، لأن هو خد وقت طويل جدا. فأنت كده خلاص هتفكوا دول، هتفك اللحمات دي خلاص. طبعا أنا فكيتها، القاعدة تطلع معاك كده، دي قاعدة السيليكون المسؤول عن التوحيد. بعد كده خلاص هبدأ أطلع الوش الداخلي. الوش الداخلي طبعا ده كان عندي فيه مشكلة، فاضطريت أوديه عند الخراط. هي البلية دي كان فيها عندي مشكلة والوش ده مكسور، فياريت نتعامل معاه بحذر. كده خلاص، كده احنا فكينا الدرون من بعضه. لو حبيت تفك الجزء الخاص بالبلية اللي قدام بيبقى فيه سمورة 22، بتفكها هيطلع الروتر معاك. بالنسبة للمسمار ده، وفي مسمار تاني انفكتهم فالكويل هيطلع معاك اللي هو فيه الملفات. عشان كده بقولك تبقى حذر جدا وانت بتفكه، مش اي حد يفكه. انا بس حبيت افكه ليكوا عشان بقى واضح قدامكم منظره عامل ازاي. طبعا هو انا قفلته تاني بنفس الطريقة، بس انا كان الهدف كله انك تشوف هو بيتقفل ازاي. طبعا ايه، قفلته تاني زي ما رجعته، بس طبعا غيرت البلي وببقى ارجعه تاني زي ما انا فكيته بنفس الطريقه. طبعا انا مصور جزء بسيط منه عشان هو نفس طريقه التركيب، هو الفك، فما فيهوش اي حاجه جديده. اتمنى ان عجبكم الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. طبعا هنا جمعته وركبت السير وحطيت المسمار اللي هو الخاص بالشداد، وركبت المسمار تحت، ما بعملش في حاجه، بجمعه زي ما كان وخلاص. واسيبكم تتابعوا الفيديو، واتمنى عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم، شكرا.